المره اللي فاتت خدنا طريقه زراعه الطماطم، صح؟ النهارده هنطبق مع بعض ازاي نزرع طماطم في المنزل او في حديقه المدرسه. اول حاجه عندي نعمل مراجعه على سنه رابعه لما كنا بناخد ادوات المستخدمه في الزراعه. كان عندي اربع ادوات، حد فاكر ايه هما؟ زي ايه؟ القصيص. اول حاجه عندي القصيص، تاني حاجه عندي الجاروف، وبعد كده عندي كنف للري او اي ازازه بس هفرحها واعمل بيها الري. طيب اهم حاجه والاساس عندي التربه اللي انا هزرع فيها، تمام؟ طيب اول طريقه عندي علشان ابدا زراعه هبدا احط التربه، ببدا احط التربه بتاعتي في الاسيس بتاعي هنا، وبعد كده انا المفروض ان انا هزرع ايه النهارده؟ هزرع طماطم. والطماطم طريقه زراعتها بايه؟ ايه طريقه زراعتها؟ بذره. بالبذره، بيتم زراعه الطماطم بالبذره. فهاخد بذور الطماطم اهي، بذور الطماطم وهزف عليكم دلوقتي وتعملوا بيها، ونبدا نحطها في التربه، تمام؟ وبعد كده هحط شويه تراب كمان عليها، وبعد كده نبدا نرويها ونحط عليها الميه. قلنا ان طريقه الري عندي طريقتين، الطريقه اللي احنا كنا واخدينها اللي هي ايه؟ بالتنقيط. ببدا اخد ازازه عندي واخرمها من فوق او من تحت واملاها بالميه وابدا اروق بيها على الزرعه بتاعتي، تمام؟ يبقى انا كده عندي زرعت بذور الطماطم وعملت لها عمليه الري. نبدا نحفظها في مكان فيه ضوء ونحط كيس عليها علشان خاطر الحراره، وبعد اسبوعين تبدا تعمل البذور بتاعتك. هنفرض دلوقتي كلنا عمليه، تمام؟